the worst smile I've ever seen. السلام عليكم، معكم قناة سوبر بس. اتكلم النهارده معاكم عن فيلم الرعب سمايل. الفيلم ببطولة سوزي بيكون وشيزي أسف وكيلا وجلاند، مع أول تجربة في الإخراج مع المخرج فين بيكر. فيلم سمايل فيلم جديد في السينما، فيلم رعب نفسي مقتبس من فيلم قصير لورا هازنت سليب ومن إنتاج شركة بارامونت بيكتشر. الفيلم حرفيا قلب الدنيا في العالم كله. الفيلم خالي من المشاهد الإباحية والألفاظ الجريئة. بس قبل ما نبدا نسال صلى على النبي، في الفيديو ده هتكلم عن قصه الفيلم وعن عيوب ومميزات الفيلم. بس قبل ما نبدا ما تنساش تضغط لايك عشان نوصل 50 لايك، تشترك في القناه وتصلى على النبي، ويلا بينا. بتبدأ أحداث الفيلم بدون حرق عن دكتورة روز، وهي دكتورة في علم النفس. مرة من المرات بتحاول تستجوب مريضة عندها في المستشفى، ولكن المريضة بتنتحر أمامها وهي بتبتسم ابتسامة مريبة. انت دكتورة روز بعدها بتبدأ تشوف حاجات غريبة مرعبة، بس مع الوقت بتبدأ تصدق إن في حاجة خارقة للطبيعة بتحصل حواليها. وهل الدكتورة روز هتقدر تواجه اللعنة دي؟ وهي علاقة ماضيها بالأحداث اللي بتحصل حواليها؟ وهنا تبدأ أحداث الفيلم. حرفيا ده سادة، ده اكتر فيلم رعب شفته في 2022. القصة باختصار بتتكلم عن ناس بتشوف شخص بيضحك لهم بشكل مستمر وبيخليهم ينتحروا. تخيل الضحك اللي اكتر حاجة بيحبها الانسان هتأدي الى موته. فعليا بعد ما تشوف الفيلم ده هيخليك تخاف من اي حد يضحك لك. على مستوى القصة حلو، معمول بشكل حلو، مع كتابة حلوة، مع شخصيات مميزة. الفيلم فيه رسالة، ممكن نقول رسالة عائلية او انسانية. المهم الرسالة دي مرتبطة بشكل مستمر مع الاحداث المرعبة في الفيلم. طبعا الاحداث بتدور في اطار من الرعب والغموض، والفيلم كمان بتصنف فيلم رعب نفسي. والفيلم حاليا واخد تقييم 7/10 على IMDb. ومنشوف الاحداث ديت من منظور الدكتورة رولز، دكتورة الامراض النفسية اللي بتشهد عملية انتحار من مريضة عندها امام عينيها. وباين كده ان اللعنة انتقلت للدكتورة رولز من خلال الابتسامة الغريبة من المريضة ديت، اللي بيحصلش بعدها خير ابدا. اجواء الفيلم بيحسسك ان في قوة غريبة، عارف المخرج يقدم ده بشكل حلو من خلال الاحساس، وده الاطار اللي هيمشي عنه الفيلم، ألا هو الإحساس. الإحساس في الفيلم ده هيكون عالي جدا، وخصوصا مع تطور أحداث الفيلم. والقصة رائعة، وهي العامل المميز في الفيلم. أما بالنسبة للتمثيل فهو كان رائع، وخصوصا من البطلة. البطلة عرفت تخلينا أصدق الرعب من خلال نظراتها والرعب اللي كان باين من خلال عينيها. أما بالنسبة للإخراج، الإخراج كان قوي جدا. الكلام اللي أنا قلته على القصة هو نفس الكلام، لأن المخرج والمؤلف واحد، ولكن الملفت في النظر إن المخرج ده هو أول تجربة ليه في الإخراج. فتخيل إن الفيلم يكون رائع بالشكل ده مع الأحداث المشوقة، بعيدا تماما عن الملل. فإحنا هنا قدام مخرج مميز. وتعالى نخش للتقييم، وتقييم الفيلم هو 9/10 بس جدا. لو عجبك الحلقة ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام. I don't believe it, it's almost too good to be true. I ain't never seen her. The way you move it, you make my TV go. You're going, going, going.